يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض الجهلة وهو المدعو علي الجفري أن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره مشروع، وأنه يمكن أن يستغاث به بعد موته، وأن الذي لا يدعو الرسول في قبره هو جافل للرسول ومبغض له، فما حقيقة هذا الكلام وهذا الرجل وفقكم الله؟ أنتم تعرفون، وكل حتى العوام يعرفون أن هذا كلام باطل وأنه مخالف للقرآن الكريم في أن الله حرم دعاء الأموات ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يدعى الرسول ولا غيره ولا يطلب منهم شيء بعد موتهم، وهذا جاهل لا يقبل كلامه ولا يعترف به، وليس من علماء المسلمين بل هو من الضلال، حتى ما عنده علم هو، ولا ليس من علماء الضلال، حتى قال عالم ضلال، ما عنده علم، ويظهر هذا من كلامه أنه ما عنده علم، يظهر من كلامه ومن محاضراته أنه جاهل مركب، فلا يغتر به. نعم.